من بيروت تنضم إلينا مراسلة الحدث غنوة يتيم. غنوة أهلا بك معنا ساعة تلو الأخرى، نتابع معك آخر التطورات الميدانية والإنسانية، وأيضا تنضم إلينا قبل الإجابة يا غنوة من حيفا تنضم إلينا الصحفية هبة مصالحة. إذن نبدأ من غنوة، تفضلي يا غنوة. طبعا يعني سلسلة الغارات تستكمل على جنوب لبنان، أيضا كان هناك أفيد عن غارة مسيرة استهدفت سيارة في بنت جبيل، ولكن لم يوزع الصور ولم تنتشر صور لهذه السيارة. أفيد عن سقوط ثلاث قتلى في هذا الاستهداف. في الماضي كان يوجد هناك أهالي في القرى كانت توزع عبرها، يعني كان يكون هناك تصوير فيديوهات من قبل أهالي، ولكن بطبيعة الحال الوضع يبدو مختلف اليوم، خاصة وأن تلك القرى خلت من الأهالي. بالنسبة لوضع النازحين، طبعا كان هناك مؤتمر صحفي لوزير الشؤون قبل قليل، أعلن عن وصول مساعدات بقيمة $1,000,000 للعائلات النازحة، والتي ستستفيد منها 10,000 عائلة خلال الأيام المقبلة. أيضا هناك حزمة مساعدات كانت قد تحدثت عنها الأمم المتحدة، ولكن عدد كبير من المنظمين لموضوع المدارس ومراكز الإيواء خاصة في مناطق خارج بيروت يتحدثون عن قلة في وصول المساعدات، وبأن المساعدات التي تأتي هي مساعدات غير كافية، بأن الحكومة اللبنانية تؤمن تقريبا 20% من حاجيات النازحين، فيما يتعين على الجمعيات المحلية تأمين المزيد. فقط أعود إلى نقطة ذكرتيها غنوة، هناك مبالغ مالية ستوزع على 10,000 أسرة؟ صحيح، يعني حسب ما أعلن وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار قبل قليل، بأن هناك هبة وصلت من الصين بقيمة $1,000,000، وهناك مساعدات مالية ستوزع على العائلات النازحة من المفترض خلال الأيام المقبلة. هل من تفاصيل حول أولوية توزيعها على الأسر النازحة؟ هم قالوا على الأسر النازحة من سبعة أقضية. طبعا من يعيش في المدارس هو يعني بما أنه أوضاعه الاجتماعية أو الاقتصادية هي الأكثر إلحاحا ضمن الموجودين، وبطبيعة الحال أيضا هناك نازحين يعيشون مع أقرباء لهم في المنازل. حتى الآن آلية توزيع النازحين والحصول على أماكن تواجدهم بشكل دقيق حتى الآن يعني لم يحصل في، يعني لا يوجد إثباتات أو أوراق رسمية أو معلومات رسمية تؤكد أماكن تواجد النازحين، خاصة أولئك الذين فضلوا المبيت مع أقرباء لهم. من يصل إلى بلدات ويستأجر شقق، تعمل البلديات على الحصول على معلومات الواصلين وتوزيعهم على الشقق. أيضا هناك مناطق سكانها قدموا الشقق بالمجان لعدد من النازحين. بطبيعة الحال يعني هذه المساعدة إما ستوزع على الأكثر حاجة من النازحين أو ربما بالتساوي، ولكن لم يعلن إن كان عدد النازحين الكلي هو 10,000 عائلة أو أن تلك المساعدات ستختار الوزارة من هو الأكثر حاجة لها وتعطيه ويحصل على المساعدة.